صباحكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامج الضحى العود، هذا البرنامج الرياضي المنوع اللي يجيكم يوميا من الأحد لغاية يوم الخميس من الساعة 11 لغاية الساعة 12، ساعة كاملة حلقة مميزة نطلع عليكم فيها اليوم بإذن الله مع العديد من المحاور والفقرات بالإضافة إلى الضيوف المميزين اللي دائما يرفعون راية الكويت خارج في المحافل والمناسبات. واحنا حاليا في الاستديو، في البدايه ارحب واقول صباح الخير حنان، شلونك؟ يعطيك العافيه. صباح الورد يا فيصل، يعطيك العافيه. طبعا اصبح على مشاهدينا الكرام وعلى جميع مشاهدي قناه كويت سبورت، خاصه حلقه جديده من الضحى العود اليوم، ومواضيع متعدده وضيوف مميزين ان شاء الله نقضي ساعه كامله نقدم فيها الافاده لمشاهدي قناه سبورت. اولى فقرات حلقتنا اليوم بالذات ودائما متعودين عليها فيصل، اي والله، بس انا الصراحه ودي اقول شغله يعني على الجهود، يعني دائما احنا نكون امام الكاميرا ولكن خلف الكاميرا وفي غرفه الكنترول اخواننا وزملائنا والقائمين على العمل يوميا و24 ساعه والاعداد وفريق الاخراج، وما بينسى اي احد حتى اللي خلف الكاميرات الخوات والاخوان، اقول لهم يعطيكم العافيه وصباح الخير في هذا اليوم الجميل. ونطلع حق الصحافة المحلية يا حنان، ونرجع مرة ثانية حق ضيوفنا المميزين ونكمل وياكم، ونذكركم أن اليوم في عندنا الصحافة اللي هو الضحى العالمي مع زميلنا مناف الشكناوي. يسعى الكويت اليوم إلى تعزيز صدارته لدوري فيفا الممتاز وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه والاقتراب من ملامسة اللقب، وذلك عندما يستضيف على ملعبه الليلة فريق كاظمة وهي المواجهة المؤجلة من الجولة 12. فهل ينجح الأبيض في تحقيق مبتغاه أم يتمكن البرتقالي من إيقافه ويشعل الصراع على اللقب قبل جولتين من الختام؟ جريدة الأنباء. توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بكأس الاتحاد بعدما تغلب على نظيره القادسية بنتيجة 74-67 في واحدة من أجمل المواجهات، لتكون مسك الختام لموسم عام 2018-2019 لكرة السلة، فيما حصل كاظمة على المركز الثالث بعد تغلبه على الجرين 85-75 في مواجهة دانت أفضليتها لكاظمة أغلب فتراتها. جريدة القبس. علمت القبس أن مجلس إدارة نادي التضامن استقر على المدرب الوطني جمال القبندي مساعد المدرب الصربي الحالي لفريق الكرة بالنادي رادي لتولي مهمة الإشراف على الفريق في الموسم المقبل. جريدة الجريدة. يزدل الستار اليوم على منافسة الدوري الممتاز لكرة اليد الذي حسم لقبه نادي الكويت للمرة السابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه، وسيتوج بدرع البطولة رسمياً بعد نهاية مباراته في السادسة مساءً أمام كاظمة على صالة نادي الكويت، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف مساءً مباراة مهمة جداً ستجمع بين العربي والسالمية وستحسم نتيجتها هوية المركزين الثاني والثالث. رجعنا لكم مرة ثانية طبعا مشاهدينا الكرام. طبعا بقول لك شيء فيصل، في موضوع ما شاء الله ضيوفنا دائما احنا في بداياتنا ناخذ الرياضه طريقه بحته، أكيد. اوكي، بعدين ناخذ مساحات حواريه متنوعه احيانا هم تفيد وتطعم نوعا ما للبرنامج وايضا وفي عندنا من المتميزين وراح يكونون معانا، وايضا راح يكون في يعني في حلقاتنا مع زملائنا في هناك الكثير من الانجازات، نقول لهم الله يعطيكم العافيه ونرحب في ضيفنا الصحفي في جريده الانباء عبد العزيز جاسم. صبحك الله بالخير، حياك الله، نورتنا اليوم، حياكم الله، صبح عليكم وصبح على جميع الساده المشاهدين، واتشرف بالتواجد معاكم اليوم اخوي فيصل واخت حنان،
وإن شاء الله نتواصل في هذا اللقاء. إحنا اللي دائما نتشرف في ضيوفنا لأن أنتم اللي تثرون عندنا في البرنامج. عبد العزيز أخوي، إحنا نبي نطلع على طول أول شيء بالنسبة حق اليرموك والساحل نقول لهم مبروك لأنهم تأهلوا إلى الدوري الممتاز. نتكلم عنهم شوية ونرجع مرة ثانية نتكلم نكمل الموضوع. في البداية يعني دوري الدرجة الأولى الحين حسم، يعني حسم التأهل، هم في بطاقتين يتأهلون للدوري الممتاز وراح يسقطون فريقين من الدوري الممتاز، وبالتالي الساحل اليرموك قبل ثلاث جولات حسم تأهله للدوري الممتاز، والساحل أمس حسم تأهله للدوري الممتاز. الحين الصورة صارت واضحة، لكن يبقى المنافسة على اللقب باقي جولتين على لقب دوري الدرجة الأولى بين اليرموك والساحل. اليرموك يحتاج نقطة واحدة عشان يحقق لقب الدوري الدرجة الأولى، وطبعا في مكافأة مالية راح تكون له، والثاني له مكافأة مالية، وهذه من الأمور التشجيعية أيضا اللي حطها اتحاد الكرة، يعني شيء يحسب لهم. فأنا أشوف أن اليرموك استحق بجدارة تأهل الدوري الممتاز، نتائجه كانت خيالية في بداية الموسم، كل انتصارات ما كان في خسارة، آخر شيء لما تقريبا ضمن بدأ يتعثر. الساحل عاد بقوة وحقق مع المدرب، طبعا أول شيء المدرب الأول اللي تأهل في اليرموك هو مدرب وطني هاني الصقر، كان لاعب القادسية والكل يعرفه، وأيضا الكابتن عبد الرحمن العتيبي مدرب الساحل أيضا مدرب وطني، فأعتقد أنه يعني اثنينهم قاعد يثرون مدربين الوطنيين، مدربين الوطنيين يعني الفترة الأخيرة أنا أعتبرهم هم نجوم الدوري، سواء ممتازة ونجوم الدوري، وهذا اللي أنا قاعد أشوفه يعني حتى من ضمن تحاليلكم أخوي عبد العزيز، يعني حتى الصحفيين والمحللين الرياضيين الثناء كله أو الأنظار كلها قاعد تتوجه إلى المدربين الوطنيين وتنافسهم ما بينهم، وحتى التناغم ما بين اللاعبين وما بين المدربين. أنا أقول لك الفكرة الناس شالتها من بالها قبل صراحة، يعني أي نعم، بس حاطين بالهم يبون مدرب أشقر أجنبي أي شيء، بس اسمه مدرب أجنبي ليش يعني، حتى لو نتائج هو كذا التفكير كان. حاليا مدربينا ما شاء الله دورات بروفيشنال عندهم، دورات الأي موجودة عندهم، معايشة مع أندية عالمية أوروبية، ميلان مع بايرن ميونخ، برشلونة، مدريد، ليفربول، مان سيتي، يروحون معايشات مع أكبر مدربين غوارديولا، مورينيو وغير، فهذا الأمور أصقلت موهبتهم. عشان كذي إحنا قاعد نشوف حاليا المدربين الوطنيين في مدربين من بداية الموسم موجودين ويحققون نتائج مميزة، وفي مدربين يأتون بعد ما يكون في إخفاق المدرب أجنبي ويبدع المدرب الوطني، فهذا دليل على أن إحنا ما شاء الله عندنا مدربين وطنيين مميزين. أكيد. شباب يبقى في النهاية يعني إحنا ما نبي ننقص أيضا من حق يقول أجنبي عشان ما أعرف في مدربين أجانب زين، لكن الفترة الأخيرة المدربين الأجانب اللي مروا على كرتنا ما كانوا زين، أنا باستثناء أشوف باستثناء أن المدرب اللي حقق المطلوب منه صح ما حقق بطولات هو مدرب السوري وهي حساب السيد، وهي أخوي عبد العزيز بالنهاية هي فرص، وأنت بالنهاية تبي نتائج طبعا، فإذا كان من أبنائك ممكن يعطونك هذه النتائج وممكن يوصلونك، هي المسألة ما هي أجنبي أو وطني نفس ما تفضلت، هي بالنهاية إحنا نبي نشوف لعب جميل حتى والإعلام بعد يشوف اللعب الحلو ويشوف النتائج المميزة، هذا اللي يبي. لكن أنا أقول أن حاليا المدرب الوطني وضع بصمته بقوة صراحة في جميع الدوري، يعني دوري الدرجة الأولى والممتاز. إنزين بننتقل حق مباريات طبعا كاظمة وفي دوري بيبا، وهذه مباريات مؤجلة، وشنو أهميتها يعني؟ هو أهميتها كبيرة حيل بالنسبة لنادي الكويت، يعني فوز الكويت على كاظمة راح يعطيه فرصة أنه يلعب آخر مبارتين بالدوري، يحتاج إلى نقطة واحدة ليتوج بلقب الدوري. وما شاء الله نادي الكويت في الفترة الأخيرة على قول ما نعطيهم إحنا لكن ما شاء الله الفترة الأخيرة إحنا قاعدين نشوف تتويج لنادي الكويت. اليوم مباراة الكويت وكاظمة، يعني الكويت تحت ضغط كبير، كاظمة مريح نوعا ما لأن كاظمة ما عنده شيء يخسره، يعني خلاص هو جاي بيوصل، يعني أمل بسيط جدا إحنا نقول ضعيف إنه يوصل المركز الثالث، المركز الرابع تقريبا بينه وبين العربي، مركز رابع وخامس أنا بالنسبة لي نفس الشيء، أنا بالنسبة لي أتكلم يعني الرابع والخامس ما راح يعني ما قام يحاتي، فالوضع فما عنده ضغط. الكويت في ضغط أيضا، في ضغط مباريات، تو لاعب مباراة كأس الاتحاد الآسيوي وفايز فيها، هني نوعا ما رفعت معنوياته، يفكر في مباراة اليوم، يفكر بعد في النهائي الغالي أغلى الكؤوس يوم الثلاثاء أمام القادسية، والنهائي يعني مكرر دائما بينهم قاعد يصير الفترة الأخيرة، فأعتقد أن لازم يصير في حسبة عند نادي الكويت في التشكيلة في اللاعبين وفي شراك اللاعبين. شفنا في مباراة البحرين النجم البحريني راح 4 إلى 5 لاعبين مهمين وأساسيين، أتوقع في مباراة كاظمة وهي مباراة حساسة ومفصلية بالنسبة له في الدوري ممكن يريح لاعب أو اثنين، تبقى مباراة النهائي وأغلى الكؤوس، يعني مباراة هذه ما في مجال إنه راح يشكل تشكيلة الأساسية. تلقى مباراة اليوم ما راح تأثر عليه في النهائي يوم الثلاثاء بنفس الأسبوع مباراتين؟ هو شوف، هو طبعا بالنسبة إحنا نتكلم، خلينا نتكلم واقعنا المحلي، لاعبين المحليين ما عندهم القدرة إنه يلعبون خلال 9 أيام أو أسبوع 3 مباريات، بينما إحنا نشوف في جميع الدول اللي تابع كرة عالمية وكرة عربية، خلينا نروح الدوري السعودي أو دوري ثاني،
يلعب السبت الثلاثاء الجمعة يلعب السبت الثلاثاء السبت عادي طبيعي الوضع عندهم. اي نعم. لكن احنا تعودنا الفترة الأخيرة أن ما يلعبون في هالطريقة. أنا دائما أتمنى أن احنا نواكب الفرق الثانية أنه يلعب عادي يوم الأثنين يلعب الخميس يلعب الثلاثاء. شنو المشكلة؟ لازم يكون عندك صف ثاني. صحيح. فريق بطل وفريق كبير لازم يكون عندك لاعب جاهز. هني ياخذ اللاعب فرصته فيصل، هني اللاعب اللي يقول انا ما العب احتياط او بديل. نعم. ينتظر ارهاق لاعب عفوا ينتظر نوعا ما شد عضل عند لاعب لا قدر الله يصاب عشان ياخذ فرصته. صحيح. وهذه فرص يعني في لاعبين شفناهم استغلوا الفرص وباتوا الان لاعبين اساسيين بنديتهم. فانا اشوف ان المباراه مهمه اكثر لنادي الكويت من كاظمه، لكن هذا ما يقلل من طموح كاظمه بالوصول المركز الثالث. اي نعم، بس بدنا ننتقل بعد ايضا الى خبر تعيين المدرب الوطني محمد القفندي. يعني هل هو مدرب طبعا لنادي تضامن؟ فكيف رايت الكويت حقق لقب كاس السله بعد الفوز على القادسيه؟ يعني يا ريت تكلمنا عن هذا الموضوع. كابتن جمال القبندي من المدربين المميزين، صار له يعني 3 سنوات تقريبا مساعد مدرب او 2.5 سنين. هو مدرب مميز من خلال ايضا احتكاك. طبعا احنا ليش نقول مميز؟ احنا من خلال احتكاكنا من خلال فكره واضح انه مدرب مميز. الان هو يبي يطلع من رداء مساعد المدرب، يبي يصير مدرب اساسي للفرق. وهذا حقه، ونادي التضامن يشوفون في ابن النادي يستحق هذا الشيء ويحصل على فرصته، خصوصا ان المدرب الرادي فعلا يقدم كره، مدرب تضامن الحالي يقدم كره جميله مع النادي، لكن نتائج الفريق الى الان باقي له جولتين وممكن يهبط الى دوري الدرجه الاولى احنا نقول. أي نعم. او المظاليم احنا نسميه بين قوسين. فوضع النتائج ما كانت مريحه ومرضيه. انا اشوف انه يستحق التواجد ويستحق انه يكون مدرب الموسم المقبل، لانه حتى كان مساعده ايضا في منتخب الكويت في فتره سابقه من فترات لما مسك المدرب رادي منتخب الكويت كان ايضا مساعد مدرب. فنتمنى انه يعني ياخذ فرصته. هذا احنا اللي قاعد نتكلم فيه بدايه الحلقه، ان المدرب الوطني في الفتره الاخيره صراحه قاعد يقدم مستويات مميزه. ان شاء الله نشوفهم. احنا ما شاء الله عيالنا الكويتيين بكل شيء منجزين، هم كل اللي يبونه بس هي الفرصه واتاحه لهم الطريق ان الواحد ممكن يوصل وياه اي شخص باي مجال عندنا. صح. نطلع من كره القدم ونروح على كره السله، وبعد فوز نادي الكويت على القادسيه ووصل الى ان شاء الله اللقب، الحين الوصيف والمعركه اللي راح تصير هذه او التنافس الكبير اللي راح يصير بينهم في كرة اليد. يعني الكويت صار 7 سنوات. احنا نتكلم على السلة ولا اليد الحين؟ السلة. لا انا السلة الحين. السلة. السلة. السلة هو حقق الكأس أمس نادي الكويت على غريمة ايضا القادسية في معظم البطولات. مباراة كانت جدا جميلة وشادة وفيها منافسة حامية، لكن الأخلاق طغت عليه وهذا الشيء اللي نبيه. الكويت حقق 3 تاريخية يعني في هذا الموسم، كاس وكاس والدوري، فاعتقد انه حقق جميع البطولات المتاحه. واحنا قلنا في بدايه الحلقه ان البطولات يعني نادي الكويت قاعد يحقق البطولات تلو الاخرى، وانا اتمنى اشوف في منافسه من الفرق موجوده، لكن مو على بصوره كبيره قاعد نشوفها. يعني قاعد نشوف الدوري وكره القدم في منافسه من القادسيه نوعا ما، اليد مكتسح وقاعد نشوف هذا الامر، السله ايضا السنه هذه يعتبر 3 تاريخية. نعم. ايضا في كره الطائره حقق كاس. فاعتقد انه يعني ان الامور قاعد تمشي في صوره مميزه بنادي الكويت، لكن في شغل راح يكون في انديه، واضح في انديه فيها شغل خصوصا بعد الانتخابات الاخيره. يعني ممكن نشوف في المستقبل او في المواسم الجايه في شغل في انديه فيها شغل، يعني من منافسين ممكن تتغير الاسماء مثل يعني القادسيه والكويت والعربي. انا قاعد اشوف يعني احنا الحين العربي من سنين ما حقق المراحل السنيه الغاب، حاليا حقق كاسين. فاعتقد ان في تغيير قادم من المراحل السنيه، تعطيك نظره مسبقه. الكويت كان كله هو والقادسيه مكتسحين المراحل السنيه، فطغى على الفرق الاولى. الان في فرق قاعد تنافس، مثل ما نشوف في اهتمام بنادي العربي، في اهتمام بالسالميه، في اهتمام ايضا في الانديه الثانيه، التضامن في قاعد نشوف الساحل الخيطان قاعد نشوف المراحل السنيه نوعا ما بدات تظهر بصوره اكبر. نعم. والله صراحه نتمنى لهم التوفيق بصراحه. انت ملاحظه ان دائما الاسماء يعني ما بين النوادي اسماء. تفضل اخوي عبد العزيز. الكويت، القادسيه هم اكبر ناديين في التنافس. صحيح. على اللقب والحصول على اللقب تقريبا يعني 10 سنوات. يعني الحين مع دخول المدربين الوطنيين في الانديه الاخرى قاعد نشوف صار التنافس اكثر ومفاجات. صحيح. يعني احنا في في البرنامج عندنا في الضحى العود يعني من قبل بدايه هذه المواسم قاعد نحاول ونحط الرؤيه، كانت دائما تنتقل انه لا ممكن النادي الفلاني ما بيسمي انه هو ممكن ما يحصل على انجاز معين او ما راح يتخطى المرحله الفلانيه، لكن اللي قاعد نشوفه حاليا ما شاء الله تبارك الله
مفاجآت كثيرة خصوصا لا. حتى في الأهداف طبعا فارق الأهداف قاعد نشوفها طبعا والمراحل السنية بدأت أنا أشوف في الفرق تتطور وتهتم فيها وهذا خلال سنتين ثلاثة أربعة راح تشوف في تغيير في تركيبة المنافسة بين الأندية أنا هذا توقعي يعني. إن شاء الله. أمانة الصراحة يعني هذا شيء يفلج الصدر وخصوصا لما تيونا أنت وإخواننا تشرفونا في الاستديو وتعطونا هذه الأخبار والتحاليل الطيبة الواحد يستانس أكثر وممكن ينشد أكثر أنه هو يتابع وصارت يعني حتى إحنا الحمد لله في الكويت كل مجالات الرياضة كرة القدم السلة اليد حتى كرة الماي لهم إنجازات كبيرة طبعا الحمد لله فعلا نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لهم التوفيق وفي اعتقد ان في خاطرك تتكلم عن جزئيه معينه عن اليد والله اليد انا اقول ان الكويت يعني سبع مواسم على التوالي اي نعم حقق الدوري يعني هو امر مفرح للكويتاويه أكيد لكن أكيد كمتابعين نعم كنقاد وكجمهور صراحه المنافسه لما تكون من طرف واحد صعب جدا يعني الصراع يكون على الوصافه قاعد يصير في الدوري وهذا اللي قاعد يصير ما يصير صراع على المركز الاول يعني نعم. احنا عندنا على العكس يعني في جميع الدول منافسه على المركز الاول احنا لا المنافسه على الوصافه فاتمنى من فرق كره اليد بالذات انا اتمنى انهم يطورون من انفسهم العربي بدا يتطور حاليا هو ينافس على الوصافه بعد ما عانى الموسم اللي طاف ايضا شيء مميز تلاقي نادي مثل برقان حديث التاسيس ينافس على هذه المراكز كاظمه يحتاج كان مميز السنه اللي طافت لكن السنه هذه ما اشوف كاظمه هو الموسم اللي طاف السالميه ايضا تراجع كبير جدا وخطير واتمنى ان من اداره النادي التدخل بصوره سريعه لانغاث كره اليد لان السالميه هو دائما المنافس الرئيسي الله يعطيك العافيه الله يعافيك احنا لو بنقعد وياك راح تحللنا كثير وراح نندمج وياك اكثر وساعه ما راح تكفينا وياك شكرا لك اخوي عبد العزيز صحفي في جريده الانباء ونرجع مره ثانيه نتواصل وياكم بعد فقره التمارين الرياضيه في الضحى العود ونرجع وياكم السلام عليكم يعطيكم العافية جميعا معاكم كابتن حمد الهندال اليوم عندنا تمرين من تمارين المقاومة التمرين هذا يعتبر تمرين فول بادي راح نشغل فيه عضلة الرجلين وعضلات الأكتاف وشيء بسيط بعضلات البايسبس نستخدم التمرين هذا بالدمبلز ناخذ الدمبلز وزن متوسط لا خفيف ولا ثقيل أول شيء نحافظ على استقامة الرجلين وتكون رجلين مفتوحة بعرض الكتفين نمسك الدمبلز بالطريقة هذه وناخذ خطوة لانجز أو الطعن ونحافظ على استقامة الرجل نصعد فوق أكتاف خطوة ثانية لانجز نصعد فوق أكتاف سايد لانجز نحافظ على استقامة القدم فوق سايد لانجز فوق ونكرر نتمرن التمرين هذا من مرتين الى ثلاث مرات بالاسبوع من 10 الى 15 تكرار ننصحكم تأدية هذا التمرين من مرتين الى ثلاث مرات بالاسبوع وعدم ترك التمرين هذا لان وايد مهم حق التوازن حق قوه العضلات وتمرين يشغل ثلاث عضلات ونشوفكم حلقه اخرى وبتمارين افضل اهلا بكم مشاهدينا الكرام طبعا ان العمل التطوعي بات سمه اساسيه من سمات المجتمع الكويتي وكما ذكر صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه في كلمته حول العمل الانساني حين قال ان اعمال الخير والبر والاحسان فضائل ساميه غرست في نفوس اهل الكويت منذ القدم ونمت واتسعت وامتدت وسار على نهجها الاباء والاجداد حتى نتعرف اكثر على ضيفتنا اليوم وموضوع حلقتنا نتابع معكم هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية
يعتبر الشباب المحرك الرئيس للعمل والإنجاز في شتى أنواع المجتمعات الإنسانية، وتلاقي الأعمال التطوعية بشتى صنوفها وأنواعها إقبالاً منقطع النظير من قبل الشباب في شتى بقاع العالم. فلولا الشباب لما وجدت مثل هذه الأعمال ولما استمرت. ويعتبر العمل الاجتماعي والتنموي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي. ضيفتنا اليوم الأستاذة منيرة المرزوق، أحد أعضاء فريق يمينك تعينك التطوعي المسجل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. يمينك تعينك، وإن شاء الله دائماً إيدك اليمين تعينك وإيدك اليسار وكلنا نعينك. فريق متميز مع أختنا منيرة، الأستاذة منيرة المرزوق. صبحت الله بالخير ويعطيك العافية. صبحكم الله بالرضا والعافية يا رب. نبي نتعرف أول شيء على يمينك تعينك علشان نقدر ندخل وياك في الموضوع ونوضح للمشاهدين. أي نعم. في البداية وشي صباحكم خير ومساكم خير وخميسكم خير. أنا سعيدة أني أكون هنا معاكم وأتكلم عن التطوع بالعموم وفريق يمينك تعينك بالخصوص. فريق يمينك تعينك هو فريق يتكون من شباب، نساء ورجال مهتمين في جانب التطوع ومساندة الأسر المتعففة. بدأ تشكيل هذا الفريق شهر 7 2012، تكون بآليات وتكون بوضع هيكلة وأسس وخطط تدفع بجانب مساعدة إخواننا الموجودين في الكويت من أسر متعففة ومن أشخاص يحتاجون إلى رعاية واهتمام. بشكل آسف لا أنا شدني شغلة بس بشكل عام أنتم تتكلمون عن داخل الكويت أيا كان، سواء كان كويتي أو غير كويتي. نعم. شلون تعرفونهم؟ شلون عرفهم؟ بما أنهم متعففين شلون تعرفوا؟ هذا السؤال دائما يتداول. بالضبط. وهذا اللي خلانا نتوجه لهم كونهم هم أسر متعففة. بالبداية كانت التطوع في توصيل الخدمات من أموال ومن ملابس ومن احتياجات أساسية حق هذه الأسر كان بشكل فردي. أسرة اللي نتواصل معها أو نعرف عنها أن هي محتاجة إلى أساسيات العيش الكريم، تبلغ الأسرة الثانية أن في ناس زاروني من أهل الكويت أو تعرفوا علي، ونلقاهم يعني قد يكونون حوالينا ومعانا في المدارس بعضهم، أو يكونون في المساجد نلتقي فيهم بعض الأوقات. فبدت هذه الأسر تقول حق بعضها البعض أن في كويتيين تواصلوا معانا وقاعدين يمدون أيدي المساعدة لنا وقاعدين يتلمسون حاجاتنا الأساسية. كانت الحركة في البداية فردية. نعم. كل واحد يعني أهل الكويت أهل خير ويعني وأهل طيب يعني يحرصون على أن هم يساعدون، والأخ المسلم أخو المسلم، فيعني هذا الشيء. والدليل إن ما شاء الله الكويتيين كلهم في الأعمال التطوعية، وإحنا قاعدين نقابل في الضحى العود وفي برامج أخرى في تلفزيون الكويت أكثر الأنشطة والفرق اللي قاعد نشوفها كلهم متطوعين. نعم. أمانة أمثالكم أختي منيرة إحنا نعتبرهم وسام على صدورنا، يعني تشرفونا ونفتخر فيكم أمام الناس وأمام العالم إن هذيل أخواتنا هذيل أخواننا اللي دائما يسعون مو بس في مجال اللي هو المساعدة للأسر المتعففة، لكن في مجالات كثيرة داخل الكويت وخارج الكويت. فأعتقد أن أنتم داخل الكويت مركزين أكثر من برا. وهذا ترى ملاحظة ترى إحنا لاحظناها، لأن إحنا دائما متعودين أكثر تطوع عندنا دائما يكون في خارج الكويت، لكن أنتوا تخصصوا في الموضوع أن تكونون داخل الكويت. إنزين، ممكن نعرف بس شنو الحافز في هذا الموضوع وشون شجعكم أنه فعلا، أو أنه شنو لاحظتوا داخل الكويت انكم تساعدون هذه الفئات، او انه وين شفتوهم؟ يعني من اللي وجهكم حق هذه النقطه؟ يعني لانه معظم اللي قاعدين يساعدون في التطوع دائما اعرفهم انهم دائما اكثر شيء خارج الكويت، والحمد لله ديرتنا ديره خير ونعم. اي نعم. اي نعم. فشلون انتم لقيتوا هذه يعني الفصائل من الناس او البيئات يعني اللي انتم قاعد تتعاملون معها؟ انا مثل ما ذكرت اول شيء يعني اساس هذا العمل اساس ديني،
يعني الرسول عليه السلام وصى قال خيركم خيركم لأهله. أكيد. وإحنا في الكويت كلنا أهل بعض يعني. صح. الحمد لله. فمثل ما قلت بالبداية أن إحنا كانت تبرعاتنا وكانت توجيه المساعدات بشكل فردي من الفريق. صار هذا الجروب مع بعض بحيث أن إحنا بدينا نتكلم أن والله في الكويت أسر متعففة ما تطلب المساعدة لكن ترضى بالقليل اللي هو ييها من قبل الكويت. هي أساسيات الحياة. إيه نعم. في من يدعمكم في هذا الأمر؟ للأمانة إحنا فريق سجلنا في البداية في مبادرة مبادر وبعدها عندنا من وزارة الشؤون إحنا أيضا مرخصين من وزارة الشؤون. الشعب الكويتي كله يدعمنا. الشعب الكويتي كله ينهض معانا لما نقول إن عندنا أسرة متعففة. ما شاء الله. وبداياتنا تكون أكثر وضوحا في شهر رمضان. وهو شهر الخير شهر. فالناس كلها تدور على الخير وتدور إن هي شون تتبرع وشون توصل حق يعني الناس الخير والحسنات بالضبط. فبعض إعلاناتنا أو بعض يكون حملاتنا الإعلانية فطر معك أسرة أنت يعني أنت وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. فنشوف التبرعات ونشوف الشعب الكويتي يساهم معنا يقدمون على هذا الشيء. وإحنا ما نأخذ منهم ونوصل التبرعات، احنا ناخذهم معانا يشوفون لا. هذه الاسر ويقتنعون ان فعلا هذه الاسر هي محتاجه الى هذه الرعايه، محتاجه الى هذا المبلغ المادي، محتاجه الى الاحتياجات الاساسيه اللي هي الملبس، بعض مرات الغطاء يكون فشاركونا. والله يا استاذه ميرا يعني في دول انا حضرت في يعني بشكل موجز وسريع ان عندهم من اساسيات أخلاقيات وسمعة أو ملف اللي يخلوه اللي يغفر لصاحبه إن لما يشوفون الإنسان أكاديمي أو غير أكاديمي في حياته الطبيعية ماشي وقاعد يعطي من وقته جزء في يومه للتطوع قد يغفر له حتى وإن كان في قضية معينة أو كان في زلة معينة من عنده أو في شأن في محكمة حتى يطلع منها وممكن تغفر له وتسوي. أنا راح نشوف تقرير عن يمينك تعينك ونرجع مرة ثانية مع الأستاذة منيرة المرزوق ونكمل الحوار الشيق والجميل اللي يفلج الصدر. طبعا رجعنا لكم مرة ثانية وأيضا يعني صراحة التقرير اللي شفناه أو الفلاش البسيط هذا أثر فينا في بعض المقتطفات من الصور اللي احنا شفناها والله يعطيكم العافية فيها صراحة. لكن سادة منيرة ودنا نعرف أيضا شو الأنشطة اللي أنتم فعلا أو المشاريع اللي تحبون دائما تقدمونها أو الأشياء الجديدة راح يعني تقدمونها في فترة رمضان إن شاء الله. احنا طبعا انطلاقتنا تكون بالشكل اكبر واضح في شهر رمضان. عندنا مثل ما قلنا اللي هي ماشلة السحور والفطور. اي نعم. نبتدي نحط صناديق صغيره فيها اشياء اساسيه حق الفطور الصائم. ايضا عندنا جولات تبتدي من تقريبا الساعه 3 العصر الى قبل الفطور، ندخل فيها المناطق اللي نعرف منها الاسر المتعففه ونبتدي يكونون معانا ايضا متبرعين كويتيين من اسر، في بعضهم يبون اسرهم اطفالهم والزوجه والزوج يكونون معانا في السياره وندخل البيوت للاسر المتعففه ويبتدون يتكلمون معاهم ويعرفون بعض القصص الحقيقيه اللي هم قاعدين يمرون فيها او الاحتياجات الاساسيه اللي يحبون ان هم يعني طبيعه حياتهم المعيشيه شلون صايره. يعني استاذه منيره شلون أو بالأصح كم عدد الأسر اللي أنتم ساعدتوهم من بدايتكم لحد الآن وشلون تقيمون أن فعلا هذه الأسرة
يعني هي محتاجة؟ هل هي من ضعف أو من البيت أو مثلا عندكم تقييم معين أو مراجعة معينة أو في عندكم متخصصين في أسئلة يسألونهم؟ طبعا أعضاء الفريق يتكون من 25 يعني متطوع معانا. إحنا الكويت كلها وياك. إي نعم. 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 مو 25 أنتم الأساس القاعدة. لكن إحنا معاكم كلكم. إي نعم. وإحنا يعني كمتطوعين عندنا في ناس في الجانب النفسي، ناس معانا في الجانب الاجتماعي، ناس عندنا في المحاسبة. ممكن ناس يكونون يعني تدرين يعني أنا أقول بالعكس إحنا. ما 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 عشان لا تي فئة تظلم فئة. بالضبط. فهذه دائما يسأل إن إشلون تعرفون الفئة إن هي فعلا محتاجة ما قاعد تخدع. تلاحظ الشاشة أخي فيصل. شوف طريقة التبرع والتوزيع. زين شلون طريقة توزيعكم للتبرعات في المكان هذه وين بأي مكان؟ هذه كانت احتفالية الأيتام. وكانت في أحد المناطق الكويت وسوينا حفلة حق الأطفال الأيتام اللي هو يعني أحد الأبوين يكون يعني مفقود. يعني هذه توها من شوي. يعني هذه عفوا من اللي طالها. نعم. يهمني أعرف كم أسرة ساعدتم من 2000 من بدايتكم لحد. إحنا طبعا عدد الأسر يوصل إلى 2000 أسرة. في كل موسم. اي نعم في السنة. بين بين التقدم حقها وان احنا نقدم لها يعني قصدي تقديم الأسرة للمساعدة. احنا لما ندخل البيت يكون عندنا فورمة، هذه الفورمة نبتدي نكتب الاسم، نكتب طريقة التواصل، عدد أفراد الأسرة، احتياجاتهم الأساسية، مثل دراسة حالة كاملة حق هذه الأسرة. في بعضهم عندهم كبار سن، في بعضهم عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة، في بعضهم عندهم أطفال عندهم مشاكل. فإحنا نبتدي في كل منطقة فيها أسر متعففة يكون عندنا فورمة نسجل فيها احتياجات الأساسية. سؤال مهم الصراحة. في أسر أنتوا وقفتوا وياهم وتغيرت أحوالهم إلى الأفضل ومن السنة اللي وراها بعدها ما تم مساعدتهم ساعدتوا غيرهم، قاعد يقل العدد ولا قاعد يزيد؟ هو يعني متفاوت بين القليل والزيادة متفاوت. في أسر اللي هي نساعدها من خلال شنو؟ نساعدها أن أطفالهم يدخلون مدارس، ندفع رسوم الدراسة. ممكن. نساعدهم أن إحنا نوظف بعض الشباب يكون في بعض الشركات المحتاجة حق التوظيف. نساعدهم في ان احنا نوجد لهم فرص عمل حق حضانات. بعض النساء تقول انا عادي اصير مثلا مشرفه في مدرسه معينه او اكون مساعده حق مدرسه معينه في حضانات معينه. ففي ناس ما تقصر معانا من يعني من انديه ولا من خلال الشركات ان هم يقولون احنا مستعدين ناخذ ناس ونعطيهم مكافآت لفرص العيش. بس بالنسبه حق العدد، هل الحين الفترات هذه من بلشتوا من 2014 الى هذه السنه يعني ما حسيت انه اقل مثلا؟ لان ما شاء الله يعني الحمد لله الناس يعني الناس والكل قاعد يعين يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين. بس هل حسيت ان مستوى الاسر اللي كنتوا تعينونها يعني قلت، صار شويه نسبه الاحتياج قل عندنا هنا في الكويت؟ ما نقدر يعني استاذتي الفاضله ما نقدر نقول قل، لان مثلا خلينا نقول لما صار مثلا حتى المسكن بعض مرات يحتاج الى يعني ترميمات. نعم. فهي ممكن تقل في جانب لكن تحتاج مثلا مساندة في جانب ثاني. يعني مثلا من صار سالفة المطر في الكويت، يعني مطر خير وبركة لكن البيوت هي غير يعني غير صالحة للسكن تكون بدرجة الأولى. فإحنا بدينا نرمم البيوت، بدينا نعدل بعض الأجهزة اللي طفت عليها الكهرباء وصارت عطلانة، بدينا. فهذه تحتاج جهود كبيرة يعني. فريق قاعد يحاول يسدد ويقارب في توفير الحياة. كلمة تحبين توجهينها؟ يعني أحب أشكر كل من كان يدعمنا في الفترة السابقة في السنوات السابقة لرعاية هذه الأسر، وأقول لازلنا إحنا نفتح يد وبيبان المساعدة لكل الشعب الكويتي، وخاصة أنه هو شعب معطاء، شعب إنسانية. وتعاونهم يعني ما قاعد يوقف حق زمن معين أو فترة معينة، بالعكس هم في تواصل معانا في إنه شنو تبون إحنا نقدر نقدم. وهذا الشيء اللي خلينا نستمر، وهذا الشيء اللي خلينا نوصل حق كل بيت، وهذا الشيء اللي خلينا نعطي بجد ونتطور في عطاءاتنا معهم. الله يوفقكم. الله يعطيك العافية ووفقهم صراحة مثل ما قلت يا أخي فيصل. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أكيد عبر برنامجنا الناس الحين قاعدة تسمعك، وما شاء الله شهر رمضان مقبل إن شاء الله وقريب بإذن الله، والناس كلها الحين قاعدة تحفز للخير كثر ما تقدر، وإن شاء الله راح تلاقين وايد متطوعين همن
راح يكونوا معاكم واحنا اول ناس توني بقولها احنا اول ناس ان شاء الله باذن الله. الحمد لله هذا من اطباع واخلاق اهل الكويت. نعم احنا تواصلنا يكون عن طريق الانستغرام يمينك تعينك وايضا في خط ساخن. وثقي تماما انكم انتم وسام على صدورنا وتاج على راسنا واحنا فخورين في عيال الكويت اخواننا واخواتنا وابنائنا. وعسى الله ان شاء الله يديم هذه البركة في هذه البلد الجميلة. آمين. كل الشكر لك أستاذة منيرة المرزوق، والله يعينكم والله يوفقكم وكل التوفيق للزملاء اللي معاك. سلمي لنا عليهم وقولي لهم يعطيكم العافية واعتبرونا احنا معاكم وحتى وزارة الإعلام كلها معاكم ان شاء الله. يعطيك العافية. ما قصرت. الله يسلمك. طبعا عندنا الحين فقرة هي فقرة ذوي الإعاقة، راح نشوفها ونرجع لكم مرة ثانية. معكم فهد البستكي، لاعب مبارزة نادي كويت معاقين. طبعا بلشت بهذه اللعبة من 2015 واستهوتني هذه اللعبة وكملت فيها وكنت طالب وكملت بهاللعبة. يعني الدراسة ما وقفتني اني والإعاقة والدراسة ما وقفوني اني اكمل بهذه اللعبة وامارس بهاللعبة. استهوتني، سافرت الحمد لله بطولات وخذيت ثالث عالم ناشئين اللي هو بستوكمانفيل، شاركت بطولات عالم عمومي، خذيت مراكز طيبة الحمد لله. يعني مو طموح بس إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. رسالة المجتمع أن أي واحد فيه إعاقة أو معاق حركيا، يعني إذا كان على ويلشير أو يمشي، لا توقفك هذه الإعاقة، مارس طموحك إذا كان بنادي أو بهواية أو بوظيفة. بالعكس الإعاقة ما توقف أي أحد. صباحكم الله بالخير، صباح المفاجآت في الشامبيونز ليج، خروج أكبر مرشحين لنهائي البطولة يمكن السيتي ويوفنتوس، نبي نتكلم عنهم وندش بأخبار الشامبيونز ليج اللي فرضت علينا أغلب أخبارنا اليوم بالضحى العالمي ضمن الضحى العود كل أثنين وخميس. اليوم الكابتن عادل المشري، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور بالكرامة وصباح يعني مليء بالأهداف والأهداف الجميلة والأحداث الحماسية اللي صارت في يوم أمس أو يومين السابقين. وفعلا مثل ما قلت كانت مفاجآت يعني من العيار الثقيل. هنا أي والله. بس أنت ما توقعت تصير مفاجآت؟ لا أنا أياكس كنت موقع أياكس يلعب على ضوء اللعبة الأولى وعلى ضوء أدائهم في مع مدريد والطريقة اللي لعبوا فيها. وإحنا عارفين أليجري مدرب متحفظ، ومتى ما لعب أليجري بالطريقة اللي تناسب خصمه اللي هو كان أجاكس أو أياكس، فلعب بالطريقة اللي تناسبهم، فهم استغلوا هذا الأمر وتدريجيا قدروا يدخلون في المباراة وسيطرون عليها وبالنهاية قدروا يفوزون في المباراة. خندش بتفاصيل الأخبار. في إياب ربع نهائي الأبطال فاز برشلونة بمنطقية التاريخ والمستوى على مانشستر يونايتد 3-0، ثنائي لميسي وهدف كوتينيو بمجموع 4-0 للمبارتين، لتجاوز البرسا ما أخفق به آخر ثلاث مواسم بخروجه من ربع النهائي. وأياكس يخرج أقوى المرشحين يوفنتوس بالفوز عليه بأرضه 2-1. أياكس فريق واعد، ما نبي نتكلم وايد على برشلونة ومانشستر، مباراة من طرف واحد حسمها يعني حسمها برشلونة، لكن نتكلم عن أياكس
وانتصار هذا الفريق الشاب الواعد الأكاديمي اللي من أياكس، معروفة مدرسة أياكس شنو بأوروبا. فعلا احنا اذا بنتكلم عن برشلونة على السريع، يعني حسمت الامور عن طريق ميسي في بداية المباراة، واحنا قلنا متى ما كان ميسي في الموعد فمن الصعوبة بمكان انك توقفه. اذا بنروح على أياكس، فعلا أياكس يعني هو مفاجأة يعني أوروبا هذا الموسم، ويعتبر الحصان الأسود. ويمكن أنا لولا أن أنا عندي فريق أشجع وواصل في البطولة يعني في مراحل متقدمة ليفربول، أنا أتمنى أن أياكس يحقق البطولة، لأن هذا تشجيع لعمل المدربين، وهذا العمل اللي نشوفه في أياكس مو عمل سنة سنتين، هذا عمل سنوات كثيرة سواء إداري أو فني يعني من المدرب نفسه. وشفنا الأفكار الكثيرة، يعني في ناس تشبهته في غوارديولا، أنا أقول لك مو بس غوارديولا، هو حاط بصمته، يعني في أمور قاعد يسويها، في أفكار قاعد يقوم فيها زيادة على عمل غوارديولا. يعني جمع الكرة الهولندية وجمع أفكار يوهان كرويف وغوارديولا وحط بصمته زيادة، وهو متقدم بالنتيجة بدل نزل هونتلار كمهاجم طبعا بدل زياش. حتى أمس مثلا يعني توتنهام شفنا يدخل مهاجم وهو خسران. اي بالضبط، يعني بالعكس احنا اليوم دائما نشوف المدربين اللي ياخذون المبادرة، يعني غالبا يعني تأتي الأمور بثمارها، يعني تكون الأمر هذا من صالحهم. أنا مو من محبين المدربين، ما أحترمهم، مو من محبينهم، ما أفضل هذه الطريقة. المدرب اللي ينطر علشان يعمل رد الفعل. أنا دائما أحب أني أخذ المبادرة، أحب المدرب اللي هو فايز ويبي يحط هدف زايد. يعني دائما نشوف، يعني مثلا نشوف أياكس يعني كافئته شجاعة المدرب، كافأت شجاعة اللاعبين. اللاعبين شفناهم تدريجياً أثناء المباراة بدأوا يأخذون على المساحات، قاموا ينقلون، قاموا يقومون يعني الثنائيات والثلاثيات اللي كانوا يسوونها في المباراة السابقة. مباراة ماراثونية بسبعة أهداف في ملعب الاتحاد خسرها السبيرز، لكن تأهل بأفضلية الأهداف خارج دياره على السيتي، وحسب شبكة أوبتا فإنها الأولى التي تستقبل 5 أهداف في أول 21 دقيقة في تاريخ دوري الأبطال. وليفربول يتأهل ب4-1 على بورتو. أيضا هذه المباراة تعتبر من طرف واحد، بس بتكلم عن وصول توتنهام لدور قبل النهائي بعد 57 سنة ثاني مرة، والقاب بين أول مرة ثاني مرة 57 سنة. السبيرز وبوكتينو يمكن مدرب يستحق الوصول إلى هذا الدور، وأعطى في المباراة، والجول هذا اللي قال عنه غوارديولا 1-0 أحسن من 0-0 عشان يعطينا الدافع، هو اللي طلعه من البطولة. شوف أنا يعني أنت تكلمت عن بوكتينو، أنا أحزني أمس يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وبالإعلام التركيز على خسارة غوارديولا، وهذا دائما يغطي على عمل المدربين وعلى العمل الناجح اللي قام فيه الطرف الآخر. فاحنا اليوم بدل ما نتكلم عن غوارديولا لازم نتكلم عن البطل الفايز، البطل صحيح. اللي حقق النتيجه الايجابيه، اللي استطاع حتى مع اصابه اللاعبين يتعامل بشكل جيد وشكل جريء. يعني شفنا لما تعور سيسوكو لاعب وسط دخل مهاجم، ما كان ممكن يدخل سانشيز لعبه دفاع ويلعب 5 دفاع مثلا، لكن هو اصر انه ياخذ المبادره، يعطي فرصه للاعبين انه ممكن يستغلون كره ثابته او يلعبون بطريقه مباشره ويكون محطه ويقوم بهذه الامور. فاحنا يعني مبارك لمشجعين توتنهام، ودائما انا يعني سعيد في هذه النسخه من الشامبيونز ليج لانها كافأت كل المدربين المجتهدين. فعلا ستكون مباريات نصف النهائي يومي 30 ابريل و1 يونيو. اياكس سيلعب في لندن امام السبيرز، يمكن سانشيز انت ذكرته راح يلعب ضد فريقه السابق، وبرشلونه يستقبل ليفربول في الكامب نو في كتالونيا، مباراتي الاياب تاريخ 8 يونيو برشلونه ومع ليفربول. هذه الصوره تعني لك الكثير كابتن عادل. طبعا كوتينيو سواريز يعني من اكثر اللاعبين بالفتره الاخيره، يعني بالحقبه الاخيره هم المميزين، يعني نقدر نقول كل لاعب في فترته كان النجم الاول سواريز او كوتينيو، ولهم ذكريات كثيره مع جماهير ليفربول. يمكن طريقه خروج كوتينيو ما كانت جيده، يعني علاقته الان مع جماهير ليفربول غير جيده، ما اتوقع يستقبلونه بطريقه زينه في ليفربول، ولو انه جماهير الانفيلد متسامحه يعني يطوفون. يعني حتى يوم خلينا نتكلم عن توريس طلع بطريقه راح لتشيلسي بعد فتره، يعني قاموا صفقوا له وهذا من هذا الامر. بالنهايه هو الموضوع مو موضوع اللاعبين الاثنين، موضوع الان نتكلم عن فريقين يتقاسمون 10 بطولات تشامبيونز ليج، كل فريق فيهم عنده نجوم يستطيعون الفوز في هذه المباراه. يعني اليوم احنا نتكلم عن ميسي
خلينا نقول في 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 جهه، ونتكلم عن ثلاثي هجومي هناك في جهه اخرى مثلا صلاح وماني وفيرمينو، ونجوم ليفربول هم اللي حققوا الاهداف امس كلهم يعني فعلاً. ما فيهم فان دايك يعني. فعلا وفعلا ولما نتكلم عن خط دفاع، اقوى خط دفاع هو ليفربول بمقابل خط يعني لاعب اسطوري نفس ميسي اللي يقدر يعني يفك تعقيد اي مباراه. فالمواجهة مشوقة للجماهير دامية. مواجهة، وأنا من وجهة نظري هذه المواجهة يعني 50-50. بس أنت كنت سعيد أن الكامب نو في الذهاب. أي طبعا هو ما تدري عن الظروف مرات يكون المباراة الأولى إذا كانت على ملعبك زينة يعني. شفنا ليفربول السنة الماضية لما لعب مع السيتي في ملعبه اللعبة الأولى وفاز 3-0 أعطته دفعة كبيرة والجمهور ساهم بشكل كبير في المباراة الأولى. وهذه اللعبة اللي هي ساهمت أن اللعبة الثانية يتجاوزونها بطريقة أسهل. سون وصل إلى 12 هدف بعد تسجيل هدفين على السيتي ليصبح أكثر لاعب في دوري أبطال أوروبا، أكثر لاعب آسيوي في دوري أبطال أوروبا يسجل، وسيغيب عن مواجهة أياكس الأولى للإيقاف عقب ما أخذ إنذار أمس. سون لاعب متميز مثل ما شفنا قصته مع الجيش الكوري نحقق الأولمبية، وها هو يبدع في هذا الموسم ودائما مؤثر في كل مباراة تلقاه موجود. سؤال، أنا حتى أمس ذكرت في تغريدة هون اللاعب المظلوم إعلاميا في توتنهام، يعني الناس كلها تتكلم عن هاري كين، دالي آلي تتكلم على أريكسون، بينما سون هو اللاعب اللي ثابت مستوى، ومتى ما غاب أي لاعب من هؤلاء اللاعبين نشوف سون هو اللي بالموعد ودائما مستوى ثابت ويسجل ويساهم في صناعة الأهداف، فمن أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي. يعني أنا قبل فترة يمكن شهر واحد أو اثنين سألت من الترشح حق الكرة الذهبية في أو أفضل لاعب في الموسم، واحد منهم كان من وجهة نظري مع ستيرلينج مع فان دايك مع هازارد مع برناردو سيلفا، سون أنا أتوقع أنه يستحق من ضمن النخبة. إيه بس نوضح نقطة مهمة في موضوع الإيقاف، ثلاث الإيقاف للي عنده ثلاث إنذارات، اللي عنده إنذار أو إنذارين مثل ما صار مع ساديو ماني، لأن كثير قاعد يتساءل هل ساديو ماني راح يوقف؟ لا، لأن ساديو ماني حصل على الكرت الثاني بالدور قبل النهائي تصفر الكرة الصفراء، إلا اللاعب اللي نفسه حصل على ثلاث إنذارات هذا راح يتوقف لعبه. أي تسقط الإنذارات قبل إذا بحال تأهله وجوده في الدور قبل النهائي. أي يعني لو هو حاصل على الكرت الأصفر الثاني ما يتوقف. صح. والكرتين يتصفرون يعني يسقطون الكروت هذه مثل ما راح يصير مع ماني في ليفربول. على طاري ماني، ساديو ماني يغلق الباب بوجه زعيم أوروبا، أريد البقاء في الأنفيلد وأن أصبح أحد أساطير الفريق والدوري الإنجليزي. صحيح أن كلوب يطالبنا بأقصى ما عندنا في الملعب، لكن لا يضغط علينا والكل تطور تحت قيادته. في إحصائية لماني هو أكثر لاعب في ليفربول سجل في الأدوار الإقصائية 10 أهداف، وهو ثالث أفريقي بعد دروغبا 14 هدف وإيتو 10 أهداف، هو ثالث أفريقي يسجل هذا الكم. وعندك إحصائية ثانية سجل في كل دور، في كل دور الأدوار. سجل نعم، دور 16، دور 8، دور قبل النهائي ودور النهائي السنة طافت ضد ريال مدريد. ماني لا شك أنه هو يعني أكثر لاعب يمكن هذه السنة كان بالموعد، حتى أكثر من محمد صلاح فترة يعني خلينا نقول من شهر واحد إلى هذه الفترة أداء ممتاز. هو اللاعب الوحيد من نجوم ليفربول لحد الآن ما جدد، ولكن وافق موافقة مبدئية على التجديد. ولازم نعرف أن في ليفربول بيئة جاذبة، مدرب أغلب اللاعبين يحبون يلعبون تحته. صح. يطلع أفضل ما عند اللاعبين، حتى لما تشوف أنت اللاعبين اللي كانوا يلعبون في دورتموند ويتكلمون عن كلوب لحدنا علاقتهم ممتازة معه، كلهم مثل هاملز مثل أوباميانغ مثل هؤلاء اللاعبين كلهم يمدحون كلوب ويتمنون إنه يلعبون معه. وفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات، سجل ستيرلينج أسرع أهداف السيتي في الأبطال بعد مرور 3 دقائق و51 ثانية في مرمى السبيرز، وشارك رحيم في 43 هدف هالموسم بقميصي السيتي والمنتخب الإنجليزي خلال 50 مباراة، ليصبح أكثر الإنجليز فاعلية ومشاركة بالمساهمة بالأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى. تطور وايد ستيرلينج على يد بيب غوارديولا. فعلا هو شوف ستيرلينج هو كان موهوب من هو كان صغير، قبل لا يجي ليفربول كان في كوينز بارك رينجرز، بعدين عمره 15 سنة وقع مع ليفربول. في المراحل السنية في ليفربول أنا كنت متابعه، هو ويسوسو مال ميلان كانوا نجوم فوق العادة، يعني كانوا متفوقين على اللاعبين بشكل كبير واضح، فلذلك هو استطاع يلعب في الفريق الأول عمره 16 سنة. يعني الجماهير بعض الأحيان يقصون على اللاعبين أن اللاعب صغير ما كان يكون عنده خبرة، لكن كان واضح أنه هو ماشي عنده الموهبة، وعنده من أهم الأمور تميز ستيرلينج الشخصية، شخصيته قوية يعني يفرق. يعني مثل ليفربول كان عندهم اي بي
اللي راح طلع من النادي اي بي يمتلك امكانيات اكبر من ستيرلينج لكن الشخصيه ضعيفه. اليوم ستيرلينج تلاحظ انه هو حتى الان يصارع موضوع العنصريه ويتكلم بشكل زين ونضج خارج الملعب وداخل الملعب. الموهبه وحدها لا تكفي لصناعه نجم كره القدم. طبعا طبعا. الفار انصف ماني بهدفه على بورتو اللي الغاه الحكم بداعي التسلل واقر هدف يورنتي اللي اهل سبيرز بعد لمسه اليد غير متعمده وضربته بالفخذ والغى هدف ستيرلينج في الوقت بدل الضايع وقتل فرحه بيب واعاد بوتشينو للحياه. الفار اشبهه بالكهرباء صدمه كهربائيه اللي تحيي الميت يا تحيي يا تخليه ميت. بس الدقره مالت الملعب امس مع الجمهور ضيق الخلق صراحه. واحد حاط شفته فيديو وحاط في التلفزيون برا يقول ما راح تابع الابطال. اي بس احنا لازم يعني نتفق على شيء، تصير دقره ما تصير دقره بالنهايه تاخذ حقك افضل، الحق يوصل لصاحب الحق صح. يعني تبقى شوف احنا شو نقول، احنا نقول ان الفار انعش التحكيم واعطاهم فرصه لتصحيح الخطا صح. فاليوم لحد الان في لان مجهود موسم كامل هذا ولحد الان في مجال للخطا نعم. لان بالنهايه في امور تقديريه اي في امور تقديريه من الحكام، ولكن خلينا نقول 70 80 الى 90% القرارات قاعد تصير ايجابيه وقاعد كل فريق ياخذ حقه. من 1 يونيو سيطبق قانون اي لمسه يد يستفيد منها صحيح. المهاجم تدخل المرمى سواء متعمد غير متعمد هدف سيلغى، يعني ما في مجال لتقدير الحكام خلاص يعني فعلا. كره امس لو بالقانون الجديد يلغي الهدف، لكن بالقانون الطبيعي اللي احنا قاعدين نلعب فيه ايده مكانها ما حرك ايده ما اتجهت ايده للكره واغلب الضربه بالفخذ هي اللي غير اتجاهها ايوه ما يعني هو مو قاصد يطقها بايده ما تنحسب بالقانون القديم ما تنحسب هند. يعني كوبا امريكا وامم افريقيا راح يطبق عليهم هالقانون اللي بالبطولات اللي بتبلش شهر 6. فريق برشلونه يلفت الانظار في المباريات خارج ارضه بلبس بدلات رماديه موحده من ماركه عالميه، وقع معها الكتلان عقد العام الخريف الماضي لمده 3 اعوام. سعر البدله الواحده يبلغ 5500 دولار، والفريق ككل يتجاوز ال 100,000 دولار. مبيعات هذه الشركه العالميه بالسنه تتجاوز توصل ل 100 مليون دولار. لكن بعد ما يجلب هؤلاء النجوم ويلبسون البدلات هذه راح ترتفع هذه النسبه. شكل الفريق حلو لما يلبس بدله واحده وهو يمشي يعني وهو مسافر. هذا الامر يعني كثير من الانديه قاعد تقوم بهذا الامر. بس هذا اللون يمكن غريب، يمكن التصميم غريب شوي. التصميم غريب، ولكن يعني اغلب الانديه يعني كل نادي موقع صح. مع شركه راعيه للملابس الرسميه لهذا، ويمكن هذه الامور يعني تسويقيه لجلب اموال جديده للنادي وايضا فائده الطرف الاخر. اكيد طبعا، وبرشلونه واحد من اكبر الانديه اللي العين عليها من الاعلام. الليله سنشهد اثاره اخرى في اياب ربع نهائي الدوري الاوروبي باربع مباريات الساعه 10 بتوقيت واحد. ارسنال في سان باولو بمواجهه نابولي بعد ان فاز عليه بالامارات 2-0 ملعب الامارات مو بالامارات، وتشيلسي في لندن مع سلافيا براغ بعد ان فاز عليه هناك بهدف نظيف. تشيلسي قد تكون نتيجه مريحه له فوزه هناك 1-0، وايضا ارسنال بس ارسنال بيلعب على ارض الخصم موضوع مختلف شوي. اي هو شوف تشيلسي عنده تفوق في المستوى، يعني ما في مقارنه بين الفريقين، مو خصم يعني. مو خصم يعني، تشيلسي المباراه الاولى ريح اللاعبين الاساسيين ولعب بالتشكيله الاحتياط واستطاع انه يفوز خارج ارضه 1-0 باقل مجهود. اي باقل مجهود، فمن يعني من باب اولى انهم يفوزون باريحيه في ملعبهم في ستانفورد بريدج. ولكن لما ننتقل الى ارسنال نابولي، ارسنال مع نابولي المباراه مو سهله، نابولي صعب في ملعبه، نابولي يمتلك قاعده جماهيريه مهمه، يعني مو كل الجماهير في ملاعبها تاثر أكيد. لكن نابولي من الملاعب اللي تاثر على سير المباراه. نابولي فريق قوي، عندهم مدرب عنده خبره، نتيجه 2-0 خطره، ليش؟ لان دائما انت كلاعب انا جربتها يعني لما تكون فايز 2-0 تحس ان في شيء تقدر تخسره، فهذا يعطيك شيء شعور من الخوف، واذا دخل عليك هدف واحد يكبر هذا يتضخم شعور الخوف صح. فهي خطره، من تسجل هدف انت تبدا يعني يرتاح الفريق، ممكن تتسهل الامور،
يبقى لازم يسجل 4 أهداف وتصير المهمة وايد صعبة. كما قال مارادونا، الداخل في سان باولو مفقود والخارج مولود. في ديربي إقليم فالنسيا بين الخفافيش والغواصات الصفراء على ملعب المستاية يلعب فالنسيا الفائز بثلاثية مقابل هدف مع ضيفه فياريال بنفيكا. بنفيكا المنتصر ب4-2 في البرتغال يزور انتراخت فرانكفورت بألمانيا. هذه المباراة فيها نجمين واعدين، نتكلم عن جوفيتش لاعب انتراخت فرانكفورت والعين عليه أكثر من نادي صحيح. كبير، ونتكلم عن جواو فيليكس لاعب بنفيكا. هذيل النجمين سيتواجهان اليوم، اتوقع راح تكون مباراة بينهم. شوف هو في نجوم ثانيين بالفريقين يعني مميزين، ولكن دائما المهاجمين هم اللي يبرزون امام الاعلام لان يسجلون كثير من الاهداف. فعلا نشوف احنا جوفيتش الحين حتى ريال مدريد يقولون انه عارضين 50 مليون وممكن يعرضون وناديه يبي 80 مليون ممكن. بس انتراخت فرانكفورت فعل بند الشراء وللصدفه ان هذا بنفيكا النادي المعار منه ففعل بند الشراء و8 مليون او 7 مليون شروا 7 مليون يورو صار الحين من حق انتراخت فرانكفورت فراح يرتفع سعره ل 2023 صار العقد، فهذا اللي راح برشلونه كنا نسحب من الصفقه. اي بس مدريد داخل مدريد داش الصفقه وعندك جواو فيليكس يعني من اكبر المواهب الان الاوروبيه، يعني لاعب يلعب رقم 10 تلعب رقم 9، لاعب ذكي يعرف يتحرك بين الخطوط، يعرف يسقط سقوط عمودي ويلعب يمرر ويسجل اهداف، ولاعب صغير بالعمر يعني طبعًا. هذا اهم عنصر. اي كل الامور. لا وحتى يعني بقول لك شيء، في شيء ممكن الناس تضحك عليه، انا كنت اضحك عليه في السابق، بس حتى تسويقيا شكله مرتب، وهذا من الامور اللي كنا كاكا اول ما طلع. اي هذه ترى امور تساهم طبعًا. في التسويق الانديه لما يكون عندها لاعب مثل هذا يساهم في عمليه التسويق، وهذه امور كلها تساهم ان هذا اللاعب يرتفع سعره وممكن ينتقل انتقال بسعر قياسي على الدوري، يمكن يصير وجه الاعلاني حق شركات فعلًا. الموضه او الماركات العالميه، حتى بالدعايه بالفيديو يعني الكاميرا تحبها يعني قولتهم يقولون فعلا. فعلا انت تشوف انت في لاعبين كذي انشهروا، يعني خلينا نتكلم عن ديفيد بيكهام اخذ شهره اكبر من مارادونا واكبر من يعني لاعبين افضل منه زين، لكن هو انشهر شهره ليش؟ لانه هو الشكل يعني كان شكله مرتب، شكله كنا ممثل نجم سوبر ستار يطلع بالهوليوود مو لاعب كره قدم. هو حتى زواجه كنا تسويق بعد زوج فيكتوريا. لكن الامور هذه مهمه، يعني الناس ممكن تغيب عنها هذه الامور، هذه الامور جدا مهمه في عالم كره القدم عالم التسويق. دائما الحديث معك ممتع كابتن عادل حبيبي، شكرا لوجودك معنا. ما تكلمنا عن ليفربول، ما خليته نتكلم الحين، خل التاريخ يتكلم عن ليفربول. ان شاء الله الايام الجايه نتكلم عن ليفربول، ومبارك لك بالدوري ان شاء الله عن قريب. شكرا لوجودك معنا، شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام في الضحى العالمي، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم، فما الله.